أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. نعم يا أهل القرية الغيارى إننا نستصرخكم بموقف رافض لهذا الإجرام الوحشي. فاخرجوا يا أهل القرية وعبروا عن غضبكم لهذا الإجرام البشر الذي يريق الدماء وينسفك كل أعراض شعبنا العزيز. فيا أهل القرية نريد منكم وقفة لأجل الكرامة ولأجل حرية هذا الشعب، لأننا نأمل منكم الكثير كما قدمتم الشهيد عيسى قنبر. اليوم هؤلاء الشباب يعلمون ظلما وعدوانا، فنريد منكم أن تسجلوا موقفا لهؤلاء الشباب الذين رووا بدمائهم شجرة الحرية إن شاء الله والخلاص من الظلم والاستبداد. أن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بارك الله فيكم يا جماهير القرية، فهبوا للمشاركة الواسعة. يا منتقم يا منتقم، اللهم انتقم لنا ممن ظلمنا وسفك دماءنا وهتك أعراضنا.